في عندنا قضايا جديدة داخل كرة القدم الأردنية، وأهمها قضية يعني شاهدنا مثلا مباراة الفيصل الأصالي أخذت جدل كبير، طلعت اللجنة التأديبية بقرار جريء ومن خلال مؤتمر صحفي وضحت العقوبة. بدناش نحكي فيها، نحكي فيها كثير، لكن الموضوع اللي ما نحكي فيه كثير من خلال الإعلام، من خلال اتحاد كرة القدم، وللآن احنا شايفين مش معطيه أهمية، بالخص كلجنة تأديبية، وقضية تسجيلات المكتوبة لرئيس نادي الوحدة طارق خوري. شوف صديقي، احنا شكلنا لجنة تحقيق اللي هي نفس اللجنة التأديبية وباشرنا في التحقيق. في تسجيلات لرئيس نادي الوحدات، اخذنا التسجيلات وشكلنا لجنة. يعني احنا ناس يقول ما بلشت ولا ما حققت، لا ما حققنا، وهي الأمور تأخذ وقت. ويا جماعة الخير نرجع للقصة الأساسية، أعضاء اللجنة التأديبية اللي ضمان نزاهتهم مش موظفين، وبالتالي أنا كرئيس لجنة تأديبية ما بقدر أشيلهم، يعني أجيبهم من أشغالهم كل يوم للبحث في هذا الموضوع، يتركوا أشغالهم ويتركوا أمورهم. إذا إحنا محددين جلسة في الأسبوع، مرات في حال استدعت الأمور جلستين، مرات بنسهر. موضوع مثل هذا الموضوع ليس موضوع سهل إنك تحكم فيه. الآن استدعينا طارق خوري، قدم شهادته، بناء على شهادته استدعينا الذي قدم الشكوى اللي هو داخل نادي الفيصلي، أتت طلبنا منهم بياناتهم وشهودهم، أتونا بالبيانات والشهود، استدعينا كل فرد أشارت له بيانات النادي الفيصلي، والآن عم نستدعيهم شخص شخص، استدعينا تقريبا أربعة. الآن إحنا في قضية النظر وإصدار قرار، وأنا بقول لك من هون سنصدر القرار وسيكون بمؤتمر صحفي. هاي الأدلة اللي كانت بين إيدينا، واحد اثنين ثلاثة، وعلى أساسه اتخذ القرار. لا يوجد شيء نخفيه، نحن ننظر إلى الموضوع بالقانون. الآن عندك أول نقطة قانون. هل التسجيل صحيح؟ أنا هاي بدي أرجع لها، منسوب مثلا لا سعادة رئيس نادي الوحدات أم لا؟ إذا نعم، هل هناك إثبات أنه تم دفع وقبض فعلي أم لم يحدث؟ إن كان في إثبات صحيح، هاي خلصت أنت من أول جزء. بقي الجزء الثاني، هل تعتبر الدفع للفوز، تدفع لفريق عشان يفوز مش عشان يخسر، هل تعتبر تأثير على نتيجة المباراة، هل تعتبر رشوة أم لا تعتبر رشوة؟ يعني عندك أكثر من إشي من ناحية قانونية حسب اللوائح الداخلية حتى يكون الكل عارف التأثير. موجود في مادة لا أستحضرها ببالي الآن، لكن موجودة بالتعليمات، وعقوبات رادعة جدا، يعني قد تصل إلى الفصل مدى الحياة. فالموضوع مش موضوع سهل انك تحكم فيه. ساعات النائب طارق خوري التحقيق معاه بصفته شخصيه ولا بصفته كرئيس نادي الوحدات؟ بصفته رئيس نادي الوحدات الذي صدرت عنه التصريحات المنسوبه. منسوبه صحيح، هذا احنا بنقول لسه. طب الان بدي ارجع على راس النائب وكل الحديث مباشره. احنا سمعنا تسجيلات المنسوبه لطارق خوري، ولسه في تحقق وتحقيق حول هذه التسجيلات اذا بتكون بتعود له، لانه ساعات النائب طارق خوري نفى هذا الكلام. لكن انا بدي احكي كاتحاد كلجنه تاديبيه، هل في طرق متبعه لانه انت تعرف الصوت هل هو يعود الى طارق خوري او انه طبعا كلام قد طارق. نستعين احنا يعني مثلاً لجنه قضائيه، قد نستعين بخبراء قضائيين، خبراء صوت، استدعيهم على اللجنه بتسمعهم الصوت، وهناك يعني قد نستعين بالبحث الجنائي. قد يعني لا يوجد مانع انه نستعين لاكثر من جهه. طب بشرت فاي اكدت من هذا الكلام. هلا طارق خوري يعني لن انا ادخل برضه، انت عم تسحب اجري افوت بالتفاصيل، لن ادخل بالتفاصيل. اذا استدعينا راح احط لك، راح اقول استدعينا وقال واحد اثنين ثلاثه، بس بما انكم استدعيتوا يبدو انه التسجيل تحققتوا من الصوت. يعني سالنا سؤال مباشر، هل التسجيل هذا صوتك او لا؟ واجاب. طبعا بدي احكي لك، بس احنا خلال لما استعنتم بمخابرات جنائيه الى اخره؟ لا ما استعنا. راح تعرف ليش ما استعنا لما نصدر القرار، لانه يعني ممكن ما استعنا لانه لم ينكر انه هذا مش صوته. اوكي، قال هذا صوتي صحيح. طب بعد هذا الجدل الكبير اللي اصبح في الشارع